إقامة المهرجان ده قدام العالم كله بيخص مصر، عشان هي أصبحت وجهة عالمية، ومهرجان الجونة أصبح وجهة عالمية لمصر. كان حلمي إن نعمل حاجة تبتدي بداية قوية جدا وتسمع تسميع جامد جدا، بحيث إنها ما يقلش في النهاية عن أي مهرجان عالمي تاني. تعرف مهرجان الجونة لما بنتعزم في المهرجانات التانية كلها على أساس مهرجان الجونة. يعني أنا أكتر حاجة حفزتني إن أنا أعمل المهرجان ده السنة دي إن سان سيباستيان وفينيس اتعملوا، فينيس ساعدتنا جدا، ولما إحنا بنطلع رسالة من مصر إن إحنا مش أقل من دولت بتدي نوع من الطمأنينة للناس. ما يميز برنامج الجونة منذ الدورة الأولى حتى اللحظة الحالية قوة الأفلام وطزاجتها. الجمع بين الاثنين هو أصعب شيء في البرمجة. واللي بنعمله كمان هي الإجراءات من ناحية السلامة في المهرجان نفسه. فمثلاً مهرجان معظم الحفلات الكبرى فيه اللي هي الافتتاح والختام مثلاً ومعظم العروض والفعاليات هتكون هناك، هتكون في مساحة مفتوحة تماماً، وهي في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة، والمركز ده مفتوح تماماً في الهواء، فهيكون أفضل بكتير من الناحية الصحية. وطبعاً هيكون عندنا تباعد اجتماعي فيه، هتكون الساعة اللي احنا شغالين عليها تقريباً أقل من 50% من الساعة الافتراضية للمكان ده. وطبعاً ما بين كل الفعاليات هناخد ساعة ساعة ونص عشان نطهر ونعقم كل الأماكن وهكذا. GFF 2020 تحدي كبير جداً علشان الظروف اللي بتحصل في الدنيا كلها، فأنا مستني أنه هو يكون دورة ناجحة جداً في نفس درجة نجاح الدورات الثلاثة اللي فاتوا، إن ما كانش كمان أكثر نجاحاً إن شاء الله. دعم الشباب بيجي بشكل كبير جدا من خلال منصة الجونة السينمائية، من خلال دعم الأفلام والمشاريع والجوائز اللي بتساعد في إن صناع السينما يكملوا أفلامهم. أهم حاجة إن إحنا نقدر نوري إزاي نقدر نستمتع بمهرجان زي مهرجان الجونة السينمائي، كدعم للصناعة، كاستمتاع للضيوف، كمان منظر لمصر كديستنيشن سياحي زينا زي أي حد في العالم، نقدر نحقق إن إحنا نعمل مهرجان زي ده. فإن إحنا نقدر إن المهرجان يستمر في السنة الرابعة في الظروف اللي بيمر بيها العالم دلوقتي، الرسالة بيتهيألي إن إحنا بنينا زي ما أنا قلت كده فاندمنتلز بقت ثابتة قدرت تقوم المهرجان ده في الظروف دي. أعتقد إن عيون العالم كلها بصلنا، طب هتقدروا تعملوها ولا لأ؟ إحنا كان عندنا نجاح في الثلاث دورات اللي فاتت، وأنا حريص إن إحنا ننجح النجاح ده.